في الفيديو السابق حكيت عن زيت البرتقال وانه كيف عملنا بزيت الزيتون مع قشر البرتقال، شوفوا الفيديو السابق. بهالفيديو كمان عم نحكي عن زيت الزيتون، ولكن بالنسبة للشعر هالمرة، وقلت كل ما زادت المكونات الموجودة او المضافة لزيت الزيتون فهي رح تساعد وتقدم فوائد أكثر، إضافة إلى زيت الزيتون. زيت الزيتون هو من أفضل أنواع الزيوت على الإطلاق للشعر والبشرة. هون عم نحكي عن زيت المكدوس. زيت المكدوس اللي هو اللي بيعرف المكدوس مكون هو من باذنجان. هلا بالنسبة فوائده للشعر أكيد موجودة، ولكن عندي أنا عم رح نستخدم زيت الزيتون اللي بيتحضر فيه، الزيت الوحيد اللي بيتحضر فيه المكدوس هو باذنجان، الباذنجان يعني. بينضاف له جوز مطحون، بينضاف له ثوم، بينضاف له فليفلة، طبعا هذا بده يتخمر. هون الوصفة بالنسبة للشعر لتخفيف القشرة لتغذية الفروة، أنا تارك بالإنية شوية خل تفاح، اوكي، وراح اضيف عليه زيت المكدوس. اذا زيت المكدوس هو في فوائد وخصائص زيت الزيتون، اوكي، مع الثوم اللي هو كتير بيعطي كبريت، اللي هو احد اساسيات البشرة. في عندي كبريت، في عندي انا الفليفلة اللي هي بتنشط الدورة الدموية بالفروة وفيها كتير مواد انتي اوكسيدنت، وعندي كمان الجوز اللي فيه هو كتير غني بالبروتين، وعامل فيديو عنه من قبل وخبرتكم كيف ممكن تستخدموه. يفضل انه الجوز ننقعه بمي لانه في بعض المواد اللاكتينات اللي بتعيق امتصاصه. هذا الزيت الموجود هو زيت المكدوس عليه تحت خل، ورح نتركه لأسبوع. منحركه مزبوط، رح نتركه لأسبوع بمكان مظلم، بغرفة مظلمة، ورح نطبقه على الشعر تقريبا، رح نقول يوم ايه يوم لا، لمدة شهر. خبروني بالنتيجة. طبعا هاد بالنسبة للتساقط، يعني تقريبا رح نعمله حسب النوع الفروة من مرتين لثلاثة بالاسبوع. خبروني بالنتيجة بعد مرور شهر، في حال نفينا انه ما عندي اي اسباب مرضية تسبب تساقط الشعر.